السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شباب. طبعا هاي هسه بداية موسم الخريف والجو شوية اعتدل، يعني صار بيه برودة. تقدرون بهاي الفترة تزرعون اذا عندكم شتلات تزرعوها سواء كان بالحديقة او بالمحمية مالتكم، وهذا افضل يعني موسم للزراعة لان موسم الحر خلص، فبعد ما يصير عندكم يعني موت بالشتلات، فاذا تريدون تزرعون فهذا هسه افضل موسم للزراعة. هاي المحمية اللي قدامكم متابعين يعرفون هو الجدد، اذا يريدون يشوفوها ياخذون عليه معلومات. طبعا انا اليوم جبت هذا الجهنم التسلق، جبت ذن الشتلتين هاي وهاي. هذا التسلق يسمونه جهنمي، يطلع ورد احمر اللي يعرفه ما شايفه. طبعا هذا ذن انا كاثرتهن، كانت عندي شتلة جهنم من كبيرة وخذيت منها اقلام وكاثرت المشوار 12، هسه صار انا عندي بهذا الحجم، فراح ازرعهن هنا بالمحمية مال الطيور. راح ازرع وحدة بهاي الجهة، بهاي الجهة حتى تصعد على الحائط. هنا يصير تسلق، قلت لكم بيه ورد احمر كلش حلو. هذا وحدة ايضا ازرعها بهاي الجهة، هم تصعد على هذا الحائط وعلى الاكواخ، اريد اغطيهن. هالشي كلش حلو، يعني تسلق حلو. هاي المحمية وهاي البيهة، لان الكواخ مال فناجس الاورنج والانجليزي. هاي عند هنا الانجليزيات الفناجس، اخذ العش مال البلابل، يعني هسه موسم البلابل بعد انتهى. هذا راح نطب الشهر العاشر، انتهى موسم البلابل. انا طلع عن عدة 4 وجبات، بس الاربع وجبات طلع عن بس 2، بس افراخ 2 والباقي اما ماتن او يعني ان وقعن بالقاع وكلهن الدود وكلهن النمل، وما طلع عندي بس افراخ 2 من 4 وجبات. هاي عند هنا هاي الفختية الملكي، هاي هنا بيضة بيضتين. طبعا سويت لي عشاش على التسلق، سويت لي عش على التسلق مو على الحائط مثل هاي الاكواخ مال فناجس، لان هنا هذا ابو بريس يوصلهن، فالفخاتي امنن من تخلينهن مكان بعيد عن الحائط. هسه اذا تشوفون هذا بعيد عن الحائط، يعني معزول عن الحائط. هذا وهذا، هذا طبعا سويته للفخاتي، والفناجس لمن بيه طبعا ايضا معزول عن الحائط امنا بالفناجس او الفخاتة حتى ما يوصل هنا ابو بريس. هذا العش بيضة بي 2، شوف حتى مأمنة، يعني كان بعيد عن الحائط ما يوصلها ابو بريس. هاي بيضة بي 2، هاي تقريبا صار من اسبوع او اقل 5 ايام. هذا العشام الثاني جاهز، جاي جاهزين بيه انفخاتي. شوفوا هذا العش، هاي السلة خالية على الحائط ابد ما لمن بيها، ليش؟ لاني خاف من ابو بريس. صار يمكن تقريبا 3 اشهر 4 اشهر ابد ما لمن بيها، الا سويت لنا العشاش المعلقة بالتسلق بعيد عن الحائط، سويتها يلا لما بيها وأمنها. هذا قلت لكم سوينا الفناجس، شوف شلون مفوراته. هذا بيجاحل طبعا،
هذا سويته سويت لنا هنا اثنين همه بالشجرة. طبعا هذه امن باكثر الطيور سواء الفناجس او الفخاتة او اي طير ثاني، لان ما يوصل ابو الرأس، مو مثل الاذن اللي يشوفون مثل الفارات العسيم للحايط، هو كل افراد ما يامن بي للفخ، خاصة الفختي. الفختي بشوف ابو الرأس بعد ما تهج اشوفه، لان ما يفرخ من اللي تخليه تخليه يعلي يعني بعيد عن الحائط مثل ان الاعشاش يشوف المليون هسه، يلا يامن بيه الفختي. طبعا هاي الحديقة هاي الشتلات هذا الدين هسه موسمه طق عندي، طلع نموات جديدة. هذا التسلق خم زرعته هنا، انا جبته اخذته من ذاك وزرعته هنا، هذا هم خليت عشاضات للفخات بعدهن ما فرخات لي. عند هذا الملك هم بين الاثنين بيضت هنا بيضتين، هاي في اليومين ثلاثة يفكسن صار وايد مبيضت. هذا الغذاء مال الملكي والفنجس الجامبو الانجليزي، هذا دخن اضافة الى هذا بروتين، خلينهم بروتين وفواكه مجففة. هلا اشوفكم الفراخ مال الانجليزيات والجامبو. انا ما اعرف من نايبين الا سبيبير ريبير ما يبينين، هذا كور هذا شوف من ذني شي يبينه، يعني شم اورنج. الفراخ الاورنج طلعت واحد وثلاث بيضات بعدين. شوفوا والباقيات هم طالعات. هذا كله اليوم ما فيه بس بعد ما بيضات. هذا خلنا نشوف هذا بعده اليوم ما فيه بس بعد ما بيضات. هذا البيضة ذي هذا لو ما تبي الجاوة، هذا العش مال الجاوة بس بعدين ما عم بيضات بس لو مات ان شاء الله اذا يرمي بيضا بيه. هاي المحمية ان شاء الله، وهاي الاشجار اللي بيها عند اول موجود الفناجس الاورنج بالانجليزي والحمام الملكي الماسي والبلابل والجاوة موجود عندي، عندي التفاحي والحسون ان شاء الله اما اجيب الوجبة مع الحسون. هاي الجمعة رحت للغزل ما لقيت بس مخاليف وغاليات 15، ان شاء الله موسم في الشهر شهرين مني نزلن اما اجيب الوجبة. المحمية شباب اي تفاعل سؤال عندكم اي استفسار انا بالخدمة.
انه موعد الزراعة اللي يريدون يزرعون هسه طال افضل موسم هو بداية الخريف. تحياتي لكم، شباب.